257 شهيداً هي الحصيلة الأولية لحادث سقوط طائرة عسكرية بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك بالبليدة. الحادث وقع على الساعة 7:50 داخل حقل زراعي خالي من السكان. طارت طاحت لهنايا، ما طلعت ما هبطت ما كذا من هناك، ليسونسيال طارت طاحت عليك تتفصل شو ما كانتش عاليه بزاف، دخان كحل شغلك في الليل، شغلك على 12 تاع الليل، دخان واش نقول، وبقاو انفجارات صغيره، الاشلاء تاع الطياره ثاني طاحوا بعاد بواحد 400 متر على الطياره. كاين وليد عمي لهنايا، هنا في المزرعه هذه، يرقد في واحد الشومبره صغيره هكذايا، هو سمع الحس كي جات الطياره جايه، خرج يجري، كي خرج يجري شاف النار، شاف حاجه شغل جايه ليه. فد كوفيرتا هكذايا وهرب طاحت فما وين كان هو راقد. الطائرة العسكرية من نوع إليوشين تحطمت مباشرة بعد إقلاعها متجهة إلى ولاية تندوف مرورا بولاية بشار تحت قيادة المقدم إسماعيل دوسان. ندعو لهم بالرحمة إن شاء الله ويعطيه الصحة الطيار هذا مسكين اللي ما حبش يحط في المنطقة هذه تاع حي كريتلي، حط في منطقة فلاحية باش وما يسكوا شوية السكان المواطنين. وبعين المكان تدخلت منذ الساعة الأولى أعوان الحماية المدنية لإخماد نيران الطائرة الملتهبة والبحث عن ضحايا العسكريين وعدد من عائلاتهم وتحويلهم إلى المستشفى العسكري بعين النعجة. وعلى إثر هذا الحادث قدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعازيه لأسر الضحايا والشعب الجزائري كافة وأعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام. الحكومة وقفت دقيقة صمت ترحماً على أرواح الشهداء ضحايا الحادث، كما قطع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل إلى مكان الحادث ببوفاريك أين أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.